يلا يا حبيبي. معاك مفك في الشنطة ليه بقى؟ مش فاكر. مش فاكر؟ عليه العوض. شفت المدرسة هنا نضيفة ازاي وسيكيورتي وبوابات. انت مبسوطة؟ هزوغ ازاي انا دلوقتي؟ دي مدرسة زبالة. شات اب، انت متربي ما تقولش كده. جود مورنينج يا فندم. جود مورنينج. احنا كنا جايين نقدم لعلي عندكم هنا في المدرسه. هو عنده تو نيك نيمز على فكره، علولي وعلوه. تمام حضرتك، احنا هناخد الورق دلوقتي وهنحدد ميعاد امتحان للطالب وانترفيو للعيله. امتحان؟ استني يا حبيبي. استني انت، امتحان ايه يا باشمهندس؟ ده انا حتى ما استلمتش الكتب. معلش اصله بيموت في المذاكره. ممكن حضرتك تقول لي بس توضح لي اكتر؟ احنا بنعمل امتحان قدرات للطالب عشان نشوف مستواه بالنسبه لطلبه المدرسه، هل هو محتاج تاهيل ولا لا؟ وبنعمل انترفيو للعيلة عشان نشوف مدى توافقهم مع المستوى التعليمي للمدرسة. ايه 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 كل ده يا باشمهندس؟ واحنا بنقدم في الخارجية. ثانية حبيبي، مش عيلة مين حضرتك؟ كل قرايبهم الدرجة الأولى، والانترفيو بالإنجليش عشان نتعرف على بعض، وبنسأل أسئلة عن التربية والتعليم عشان نشوف مدى مستوى تفكيرهم العقلي عشان نضمن له تعليم سوي. لا، من ناحية تفكيرنا العقلي فإحنا عيلة فيري انتليجنت. أوكي، مستنيين تليفون حضرتك بإذن الله. تحت عمرك. تحت عمرك. يلا علولي. مع السلامة. من فضلكم يا جماعة، بليز ركزوا في اللي هقوله لكم دلوقتي كويس جدا. بابا، لازم حضرتك توافق ان علوة يروح المدرسة الجديدة دي، لان لو فضل في المدرسة القديمة مستقبله هيضيع. ومالها مدرسته القديمة؟ دي مدرسته القديمة دي فيها حمادة الناني وعطية الجنزير واسماعيل شلالح، ده العيال دياما عورت بعض. ايه يا بابا اللي هو بيقوله ده؟ وغلاوتك عندي لو اعرف انا اساسا هو عاوز ايه لكنت قلتلك. اهو انا بقى يا بابا مش عايزة علوة يطلع كوبي من شلالح ده. أنا بس ايه بقى موضوع الانترفيو ده؟ الانترفيو ده عبارة عن مقابلة، هيعملوا معانا مقابلة، هيمتحنونا شفهي كده. واحنا اللي هندرس؟ ما هو يا بابا دي مدرسة كبيرة والأولاد على ليفل معين من التفكير، فلازم يبقوا ضامنين ان لو في طالب جديد متقدم بنفس ليفل الأولاد اللي عندهم. احنا ما بنروحش لحد، اللي عايز يعرف ليفلنا يجي لنا الليفل بتاعنا، عشان احنا نخاف نطلع ليفل أعلى من ليفلنا نقع في الليفل فيه. أيمون يا حبيبي، انت بتحبني ولا لا؟ بتحب علوة اخوك الصغنن الجميل ده ولا لا؟ بتحب بابا ولا لا؟ اكيد بتحبنا. دلوقتي بابا شقي وتعب سنين كتير قوي 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 عشان يربيني انا وانت، فجيه الوقت اللي احنا نقوله شكرا يا بابا ونشيل عنه شوية، وانا وانت نتحمل مسؤولية علوة ونضمن له مستقبل جميل بإذن الله. انا ما بكرهش حد غيركم. نو كومنت. انا مش هتضايق ومش هتنرفز خالص. دلوقتي هتسمع اللي بقولك عليه وهتعمله. كلنا لازم نذاكر كويس جدا ونعرف هنعمل ايه عشان نبقى بريزنتابل قدام الميس. الله يلعنك انت وابو طويله اللي جنبيك. هرجع اذاكر تاني. العلبه دي شكما جايه. العلبة دي فيها ال... أكيد مش فيل. الجوابات اللي الأستاذ كان بيبعتها لك. احنا هنقعد بقى ونقرأ الجوابات اللي الأستاذ بعتها لك، وبكل جواب هتطير حتة منها. عين بقى، مناخير، ودن، دراع، أو حسب برضو ما السكينة تجيب. بس سؤال معلش، الحتة اللي هتطير دي هتطير مني ولا منها؟ منك ومنها حسب ما السكينه تجيب. ايوه بس هي اللي خانتك يا استاذ عباس. انا عمري ما خنتك يا عباس. ما هي خانتني معاك. والله ابدا، انت فاهم غلط. مساء الخير. ها، مساء الخير يا فندم. خد يا ابني الزفت اللي اسمه مرتضى. فين؟ لسه ما جاش يا فندم. ما جاش ليه؟ بيعمل ايه؟ بيوصل اوردر. اوردر في ساعتين؟ يمكن حصل حاسه في الطريق ولا حاجه. يسمع من بقك ربنا، شوفوا اخر يوم له النهارده. معلش ممكن بس ارد على الموبايل يعني؟ استمحيك عذرا، بس حطولي عند ودني. عند؟ لا انت زفت. انت فين؟ تاخرت ليه؟ تاخرت؟ ده بيستعجلك وانتوا بتسلموها لبعض. في ايه دي اللي بنسلمها لبعض؟ انا كل ده لسه مخلصتش. تعال لي بسرعه. اقفل يا سافل يا حيوان. اقفل اقفل يا سافل يا حيو. انا هقتلهم هما الاثنين دلوقتي. معلش مين اللي كان بيكلمك؟
شريكك. شريكي انا؟ انا ماليش شركة. وكمان بتخني لوحدك؟ هو انت عايز تلبسني في اي حاجة وخلاص؟ اسمع الجوابات. نسمع الجوابات. اسمعي اسمعي يا هاني. جوابات ايه؟ اسمعي حبيبي القلب كاتب لك ايه؟ يا سلام على الكلام الرومانسي، يا سلام على الكلام. الايجار المتاخر يعني ما. ايه جواب؟ ده جواب واحد، في جوابات تانية كتير. في واحد تاني احلى. ايوه اهو بصي الاسانسير ده الاستاذ عبد المتجل. صاحب العمارة اللي في الشقة اللي قصادنا. عارف انك مجنون وعصبي وغيور، بيبعت لي جوابات عشان يقول لي على اللي هو عايزه عشان انت ما تتضايقش. يا متخلف عامل فيك ايه؟ شفت انت وصلتنا لايه؟ لا خلاص انا مش طايقك، مش عايز اعيش معاك، خلاص مش طايقك. وانا برضو مش عايز اعيش معاك. بقول لك يا استاذة نانا، لمي هدومك وتعالي معايا. نانا والنبي ما تسيبيني انا. لا ما تسيبينيش يا نانا والنبي. سيبك والنبي انا، سامحيني سامحك. قول لها سامحني. انت مش بني ادم، انت مش مقدر الجوهر اللي ادم. انا بني ادم والله، بني ادم. صراحه بقى ان في المظيه كده معاك دي تتباس وتتحط في التلاجة. سامحيني ونفسك. قول لها تسامحني. سامحني والنبي انا. طيب عايز اتسامحك. فكني. انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ايه النقله دي؟ قوم غور. انت كنت لسه منهار من غور. انت كنت منهار يا استاذ عبد. ماشي حاضر. طب فكني معلش. يلا. طيب حاضر. يلا. بص يا بابا، الانجليش ببساطه عشان حضرتك ما تتكلمش كتير، تقوم ما تغلطش كتير. هتقول مثلا حاجه في جمله، تيجي تقول الاعظم منها في الجمله الثانيه. بمعنى هتقول مثلا ايه؟ ان علولي از اميزنج، ان هو هايل. تيجي تقول بقى هايل جدا، تقول اميزنج. اوكي. عايز تقول مثلا على علولي انه بيفهم جدا، تقول علولي از فيري سوفيستيكيتد. عايز تقول ان علولي بيفهم قوي عبقري جينيوس، تقول سوفيستيكيتد. انا لخبطت حضرتك. خلاص يا بابا، فورجيت. بصي بابا، اي عم تقول لك الميس حاجه، حضرتك هتقول لها ثانك يو فور يور كايندنس. ما كفايه ثانك يو، لازم الروشيتا بتاع الدواء الاخرانيه دي. بابا من فضلك يا بابا، من فضلك بليز، لازم نبقى بريزنتابل قدام الناس من فضلك. بصي يا حبيبي قلب بابا، ما تقلقيش على بابا، انا ما فيش فيلم اجنبي اتعمل هنا ما اشتغلتش فيه، فجميع اللغات. بس انا ايه، اخد من اللي قدامي وادب الكلام يعني. عارفه بونت هاري. عارفه يا بابا. طيب ايه علولي، مش عايز تيجي تذاكر معانا كلمتين حبوبي؟ انتوا مش عايزين اني سينج؟ لا حبيبي، ثانك يو. جامعه منين الكلمه دي؟ علولي على فكره انا نظرتي فيه صح، هو جينيوس، الله اكبر عليه. جينيوس ايه؟ علولي فيستيكيتد، سوفيستيكيتد. فيستيكيتد. الواد بقى شبه الترامادول. I am Ayman. I love my brother. This is Alwa, my small brother. I am big. He is small. I want him be great. سيبك بقى من التخلف اللي انتوا بتقوليه ده كله وركزي معايا عشان عايزك في حوار مهم. عايز ايه يا أيمن؟ دلوقتي انا بحب بنت في مانشستر سيتي. البنت دي انا بحبها قوي، أجنبية، تمام؟ فعايز اول ما اشوفها اقول لها كلمتين، فعلميني كلمتين بما ان احنا قاعدين في حصه انجليش. طيب بص يا ايمن، انا وانت دلوقتي هنعمل مع بعض ديل. ماشي. لو انا ساعدتك في البنوته الاجنبيه اللي انت عايز تعرف عليها دي، هتساعدني في موضوع اخوك وتشرفني بكره عنده في المدرسه؟ هشرفك. وعد؟ وعد. اوكي. عايز تقول لها ايه؟ عايز اقول لها انا عايز امشي معاكي في الحرام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب. أنا أختك الكبيرة، إزاي ساعدك تقول حاجة زي دي؟ الله، ما هي أجنبية. يعني إيه أجنبية؟ يعني هي أصلاً ماشية في الحرام طول عمرها. هو أجنبية مش بنت ناس؟ بنت ناس إيه؟ ده أبوها وأمها أصلاً ماشيين مع بعض في الحرام. خلاص. يا رب، أستغفر الله العظيم يا رب، أستغفر الله العظيم. يا رب أنا هساعده، بس والله العظيم يا رب أنا عندي هدف نبيل ورا المساعدة دي، عشان أخوه الصغير بس مستقبله ما يضيعش. سامحني يا رب. خلاص يا ايمن، بص هتقول لها I want you. انجزي. I want you in naughty.
تمام، دي بالعربي. بالانجليش ايه بقى؟ ما تستعبطش، هي كده خلاص. هي دي كده نطقها كده يعني؟ ايوه نطقها كده. ماشي. اي وانت يو نوتي. ايوه خلاص امسحها. تمام امسحها امسحها خلاص، ما تقولش يو نوتي. ما تقولش الكلمه دي خلاص، ما تقولهاش بقى، عيب. اخوك الصغير هيك. بس هي كده تيجي معايا البيت على طول ولا تحتاج كلام تاني؟ كل حاجه هتتعب. خلاص خلاص بقى، خلاص من فضلك ركز معايا. ولا هحتاج اقول حاجات تاني؟ بس بقى خلاص، مش هتحتاج تقول اي حاجه، هتخلص دي يعني. ابوس ايدك يا ايمن، ركز معايا بقى. ماشي. عشان اساعدتك. ماشي يلا. I am Ayman. This is my small brother. علوة. I am big brother of علوة. I want علوة be great. I love him. السلام عليكم. صبحي. صبحي مين؟ صبحي. 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 ده انا هخليها ميسا متدندر على دماغك. انت كنت فين يا استاذ؟ كنت بتودي الاوردر. بقالك قد ايه بتودي الاوردر؟ ساعتين ثلاثة. كنت هموت والله، كنت هموت. ما تموت. وبعدين عطلة ومعطلها لي، واتصل بيك واقول لك تعالى لي، تشتمني في التليفون. تقول لي حياه مش عضك. مش انا ده الزبون والله، هو اللي خد من ايدي الموبايل وكلمك. هو بقى هزاك، دي حاجه ترجع له. مش يا سلام، عايزني اصدق الكلام ده؟ زبون يشتمني؟ هي لا. دايما الحقيقه ما بتتصدقش. ولا مش عايزك تشتغل عندي. ليه بس؟ اقلع اليونيفورم وسلم العهده بتاعتك واطلع بره. طب اهدى بس، انت متضايق؟ اطلع بره. صبح هات واحده نوتيلا هنا. ما باكلش النوتيلا. طب هات بيتزا. ولا بيتزا، اطلع بره. خد البيتزا واسكت. ولا ما تجننيش يالا، ما تجننيش. اقلع براس اليونيفورم. يلا توكل على الله. بالسلامه. انت بتطردني يا مستر رفعت؟ ايوه. اهم حاجه يا جماعه، بليز يا بابا، بليز يا ايموني، نركز في الايمج بتاعنا عشان مصلحه علوه. ايه المكان الحلو ده؟ دي مدرسه؟ دي ده احلى من المطار يا بت. بص يا لهفه، انا مش فاكر اي حاجه انت حفظتهاني، فانا ههرتل باي كلام باي. لا لا يا ايموني، لو مش فاكر حبيبي ما تفتحش بقك. هو فين؟ بتدور على ايه بابا؟ الواد كان مش فين؟ وريني. مش موجود الواد. علوه مستخبي فين؟ علوه في الانترفيو بتاعه.